زميلنا العزيز ابراهيم احمد الرئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع دايما كده، معلش هو بيبقى معانا لنهايه الحلقه لانه بيقدم لنا بقى الايه الخلاصه بتاعه اليوم كله يعني، فدايما بيبقى معانا كده لنهايه الحلقه. والنهارده هو بيطل عليكم بلابس قميص جديد اهوت، كاروهات ومروق، والساعه باين برضو جديده وحاجات كده. والله صح كده؟ لا بس بلاش اقول نوع الساعه عشان ما يتبهدلش. صح كده. لانه فلوسه كترت ابراهيم، فلوسه كترت. بحاول اتعلم منك يا استاذ جابر. بالله يخليك يا حبيبي. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله على حياتك وعلى السلامه. ربنا يخليك يا حبيبي. قول لي الدنيا ماشيه ايه النهارده ان شاء الله؟ لا احنا عندنا طبعا النهارده زي ما حضرتك عارف اهتمامات المصريين، يعني على موقع اليوم السابع هنلاقي ان المسيطرة عليها الاحداث بتاع يوم الشهيد والحفل الندوة التثقيفية لشهادة السيد رئيس الجمهورية. تمام. صباح الخميس. تمام. عن الاحتفال بيوم الشهيد، مسيطرة تماما على الاكثر قراءة في الموقع عندنا في اليوم السابع. تمام. هيجي بعديها الاخبار بقى المتعلقة بموسم الحج والحج القرعة والحج السياحي. تمام. من ضمن اولويات. تمام. المواطنين عندنا. تمام. هنيجي الأول خبر عندنا النهاردة من ضمن أول اهتمامات المصريين، الرئيس السيسي يهنئ بوتين هاتفيا بمرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. تمام. هنيجي تاني خبر على طول مباشرة، البيان وزارة الداخلية بإعلانها عن أن عدم سداد رسوم حج القرعة العام الجاري بمثابة التنازل عن الفرصة. يعني اللي ما يسددش الرسوم أعلنت عن الرسوم. بالظبط. يبقى كده بتنازل عن فرصة الحج بتاعته. مش عايزها. تمام. وطبعا الوزارة قالت في البيان بتاعها ان الرسوم الحج السنة دي هتكون 175,500 دول شاملين سعر تذكرة الطيران. تمام. وطبعا سداد الرسوم بدءا من يوم الاثنين القادم 13 مارس حتى 23 مارس. كويس. كل الناس اللي فازوا في الحج القرعة يبدأوا ان هم يسددوا الرسوم بتاعتهم. تمام. يجي عندنا الخبر الثالث عن بلال نجل الشهيد محمد الأكشر، بيقول ان الرئيس السيسي قال لي انت بطل ووالدك من افضل الشهداء. صحيح صحيح صحيح. هيجي صحيح. بعد كده الخبر عن محمد صلاح وحواره لقنوات نادي ليفربول، بيقول ادرس الحراس جيدا لتسجيل الاهداف وبستمتع باللعب في الاولد ترافورد. تمام. عندنا مسؤول فلسطيني بيعلن عن الجهود المصرية مشرفة ومحل تقدير من الفلسطينيين. أيوة الزراعة بقى. أيوة مهم. أيوة أيوة الزراعة بتعلن أن سعر كرتونة البيض في منافذ الوصارة وصل 94 جنيه للبيض الأبيض و97 جنيه للبيض الأحمر. دي في مزارع الوزارة على مستوى الجمهورية بالكامل. تمام. يجي عندنا بعد كده خبر مهم لسكان جنوب القاهرة. أيوة. ان قطع المية غدا 8 ساعات عن 9 مناطق في حلوان و15 مايو بداية من الساعة 10 مساء، يعني سكان جنوب القاهرة كده يبدأوا ياخدوا احتياطاتهم. تمام. اللازمة. قطع المياه 8 ساعات عندنا الأرصاد عن 9 مناطق بحلوان و15 مايو في 9 مناطق في 10 مساء للصيانة بكرة. للصيانة. مظبوط. تمام يا فندم. مظبوط. تمام. مظبوط. تمام. عندنا الأرصاد بتعلن ارتفاع في درجات الحرارة وإن هنشوف شبورة المائية يعني هتبقى بكرة الصبح والصبح على الطرق الزراعية والطرق. تمام. السريعة. تمام. هيبقى في شبورة كثيفة لحد ما. تمام. نيجي عندنا برضو ليوم الشهيد، والدة الشهيد مصطفى حجاجي روحي فداء لمصر وفخورة بالقوات المسلحة. شفناها في النادي. مظبوط. تيجي عندنا الجامع الأزهر بيعلن فتح باب التقديم للعمل محفظ قرآن بالأروقة داخل مشيخة الأزهر والأروقة الجوامع الأزهر. عندنا بقى البعثة النادي الأهلي اللي في جنوب أفريقيا، يجي استقبال حافل من جماهير جنوب أفريقيا. الماتش السبت مش كده؟ وأطلقوا عليه يعني في الاحتفالات النهاردة الماتش. يوم السبت مع سان داونز فعلا. في بطولة الدوري الأفريقي إن شاء الله. تمام. تمام. عندنا دار الإفتاء هيبقى الدور يا إبراهيم، بيقولوا هيبقى العصر مش كده؟ أداء. ما هم على طول بيلعبونا الساعة 3 جنوب أفريقيا الساعة 3.
يعني ده دي التوقيت بتاعهم ده بيكون مناسب ليهم عشان يرهق بلاقي الجماهير بلاقي الجماهير على عميرة النور وعلى الحاجز اللي ما بين الجماهير والحاجات دي وكده، بلاقي الجماهير هناك متحمسه جدا لماتشات الاهلي والزمالك والحاجات دي كده. صح. فرقه الاهلي لما بتروح هناك بيبقى في اهتمام كبير ده. بالاضافه كمان يا استاذ جابر ان فرقه سان داونز اعلنت ان هي فتحوا باب الاستاد للجمهور ببلاش. صحيح. يعني كل الجمهور اللي عايز يروح يشاهد الماتش يروح ببلاش. فدي عندنا خبر تاني برضو عن يوم الشهيد. أسرة الشهيد محمد عبد المتجلي ربنا اصطفاه والشهادة تختار من ينالها. تمام. في عندنا خبر طريف شوية بيقول ان بنات كريستيانو رونالدو شفتهم في الفيديو يتحدثنا اللغة العربية بعد شهرين بس في السعودية. شفتهم في الخبر الأخير برضو رياضة مش كده؟ في الفيديو فعلا كان مدرب سان داونز بيقول ان مواجهه الاهلي ليست سهله ونستهدف الفوز في كل مبارياتنا. طيب يبقى اول خبر عندنا اللي هو اتصال سياده الرئيس بالرئيس بوتين عشان مرور 80 عام على العلاقات السيسي برئيس بوتين. وعندنا اخبار رياضه، عندنا اخبار يوم الشهيد، وعندنا يعني تقريبا الاخبار الرياضه ويوم الشهيد مسيطره على وعندنا حج القرعه تمام وحج السياحه مسيطرين برضه. تمام مظبوط. من اهم الاخبار المتصدره عندنا. ربنا يخليك بنتعبك معانا دايما كده كل يوم خميس بنتشرف بيك يا استاذ ابراهيم. لا ربنا يخليك يا استاذ، ربنا يكرمك، متشكر جدا لحضرتك استاذ ابراهيم احمد، ربنا يخليك.